السلام عليكم، أنا منال هانيتك، أقدم بودكاست أثر، صوت يتحدث معك وعنك، عن مواقف ومشاعر مررت وشعرت بها. موضوع هذه الحلقة بعنوان الدعاء. في رحلة الحياة نتمنى أشياء كثيرة، نتوق شوقا للوصول لمبتغانا، نعيش في بحث مستمر عن الوجهة الصحيحة، وربما نغفل عن وجود الوجهة الأولى والوحيدة، وهو الدعاء لله الذي خلقنا ويعلم مستقرنا ومستودعنا. ماذا لو أن الله يرتب لك ما تتمناه، يدبر أمرك، يعلم بذاك الدعاء الذي تكرره كل صباح وكل ليلة، يعلم بحلمك الذي تنتظره بفارغ الصبر، ومبتغاك الذي تلح به في كل صلاة وسجدة، يعلم منالك وسيدهشك بتحقيقه، يعلم بخيبتك وكسر قلبك، ويرتب لك العوض عما عشته. هو الذي يعلم بالغصة التي في قلبك وسيشفيها بشيء مبهر ينسيك ما مررت به من صعاب. هو الذي يختبرك ويعلم بصبرك وتحملك ليمطر على روحك بالعوض والخيرات والسعادات التي لم تكن تتوقعها يوما ما. تخيل لو أن ما تدعو الله به مقدر لك من الأساس، وما هي إلا مسألة وقت فقط لتؤمن دائما أن اليقين والثقة إذا اجتمعتا بقلب مع الدعاء لله دائما سيجد راحته وطمأنينته واستجابة. فهو الذي خلقك ويعلم ما يسرك وما هو خير لك، لتجعل ملجأك الدائم هو الله الذي لا تخفى عليه خافية. وما دام الله قد ألهمك الدعاء فأمنيتك لك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل شيء في الدعاء آت، آمن وألح واستقبل. دعواتك الخفية، يقينك الصادق، أمنياتك، الله قادر على أن يأتيك بها بكل سهولة ويسر، فهو الذي لا راد لفضله. حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب، فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيبُ.